اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ مطبخ مصري ولكن بفكر تاني وبطعم تاني، ودايما اقول تفاصيل صغيره ولكن بطعم جديد وشكل جديد. معانا الكشري الاصفر بتاع المحله بتاع البحيره الاسكندراني بنسميه، تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده وبسيطه وياخد طعم المستكه. ازاي نخلي المستكه تعشش جوه طعم الرز بدل شوربه الفراخ او شوربه اللحمه؟ ودايما يسالون على السوشيال ميديا شيف مغازي ممكن نعمل الكشري الاصفر بشوربه فراخ او شوربه لحمه؟ نو، ما ينفعش خالص، لان الكشري الاصفر ومع الرز المصري لازم تكون ميه مغليه بطعم مستكه بطعم الملح. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مكوناته من خير ارضنا الرز المصري، عدس اصفر، يفضل طبعا العدس الاصفر مع الرز المصري، والمستكه بتاعتنا مع شويه البهارات ملح وفلفل. عايز اقدم معاه برضو حاجه تناسب المطبخ المصري اللي هو البيض المدحرج. البيض المدحرج احنا عارفينه بنقليه في سمنه بلدي ونقدمه مع الكشري. حبيت اعمله النهارده كريسبي مع لحمه مفرومه ادعمه بالقيمه الغذائيه وهو البروتين الحيواني. لحم مفروم وبيض، هنشوف نعمله ازاي بطريقه جديده كريسبي بانيه كده يعجب الاطفال، لان الاطفال بيملوا من البيض لانهم مفطومين عليه، فعايزين نقدمه بطريقه جديده وبشكل جديد. طبعا السفره بتاعتي عليها طبق سلطه بيتكلم مصري، الجبنه القريش من الريف المصري والصعيد المصري، ازاي اجمع ما بين زيتون مخلي مع جرجير مع جبنه قريش مع خيار مع طماطم مع شويه حب. دايما طبق السلطه بيتصدر القائمه الاولى في السفره بتاعتنا علشان بتبقى فيها حاجات لطيفه وخضروات لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده فيه طعم وفيه مجهود خبره طهويه، فخلينا نشوف ازاي نعمل الكشري الاسكندراني اللطيف بالعدس مع بيض مدحرج مع لحمه مفرومه، وما ننساش طبق السلطه اللطيف الجميل. عايز اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع أكلة مشهورة جدا في المطبخ المصري وخاصة الريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة والصعيد المصري، الكشري الأصفر العدس الأصفر كشري الاسكندراني، دي المسميات بتاعته. ولكن احنا المصريين شطار في عمايله، لان معلقه السمنه البلدي لما بتجمع مع الرز والعدس اكيد بتاخده في حته تانية. وعلى فكره الكشري بالعدس الاصفر والرز الجميل ده من ضمن الاكلات الموثقه ومدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، يعني واخده شعار المصري ابا عن جدا. تعالوا نشوفوا مقاديرها على الشاشه. رز مصري، عدس اصفر، بصل، بس دي المكونات الأساسية. ولكن البصل هقدمه بطريقة مقرمشة لطيفة وجميلة. ولكن عايز أنوه عن حاجة مهمة جدا، المقادير دي كانت معانا امبارح وأنا فكرت إن أنا أغير المنيو، ولكن تابعت السوشيال ميديا بعد ما مشيت من الاستوديو من هنا، لقيت كل المتابعين لينا من خلال شاشة القناة الأولى أو الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، تابع يا شيف وكمل يا شيف الكشري، عايزين نشوف المستكه وطعم المستكه الحاجه الجديده والتركايه الجديده بتاعتك، لان انا عملت المستكه مع الرز فخد الطعم تاني خالص. فهنكمله مع بعض النهارده بنفس المقادير، ونعمل البيض النهارده الكريسبي مع اللحمه المفرومه عشان الاطفال الحلوين ياكلوا الكشري. اتفقنا مع بعض؟ المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. هنبدا نشوف ازاي نعمل الكشري. طاسه على النار شديده الحراره، حلو الكلام، بنحط معاها معلقه زيت ومعلقه سمنه صغيره. حلو قوي، ما نكترش الزيت ولا السمنه بالشكل ده كده. ادي معلقه سمنه حلوه كده زي الفل من اللي جايباها حماتك طبعا وهي جايه تزورك. هناخد الرز المصري بتاعنا الجميل مع فص مستكه حلو كده، واشم ريحه المستكه. الله، كام؟ تلاتة أربعة، حلو، ما نكترش من المستكة لأن هي مرة. خلي بالكم إن إحنا نكتر منها بتمرر الأكل. في المعقول ساحة المستكة مع السمنة مع الزيت بالشكل ده كده، الله على الريحة الحلوة أهو. ولازم تكون معلية سمنة متعوب عليها لطيفة وجميلة، لأن إحنا هنا ما عندناش شوربة فراخ ولا شوربة لحمة زي ما قلت لحضراتكم، فلازم نعتمد على معلية السمنة. هننزل بالرز ده كده. الله، هو ده الكلام. ونشرب الرز السمنه اللطيفه دي كده اهو. سهل جدا على فكره، والاكله دي من زمان وانا بحبها، كنت احب اكلها من ايد امي رحمه الله عليها،
والامهات شاطرين جدا في عمايلها على فكره، اشطر مني مليون مره، سواء في الريف المصري او الصعيد المصري. والكشري ده له طعم تاني غير الكشري اللي احنا عارفينه في المحلات، وده مش بيتباع في المحلات على فكره، ده بيتي او يعني لازم يتعمل في البيت ببساطته بسهولته بمكوناته. السمنه البلدي هنا، غرقت الرز مع فص المستكة، اكيد خد الرز في حته تانيه بالشكل ده كده. انزل بالعدس، العدس هنا لازم يتغسل مره اتنين ويتنقى كويس زي الفل، وبعدين نصفيه من الميه يبقى معانا بالشكل ده كده. هننزل بيه على الرز، الله لون الكهرمانه، نقلب كل ده مع بعضه واتاكد ان كله بالشكل ده كده. هتقولي لي بقى المقادير قد ايه؟ اقول لك المقادير قد ايه، وده انا معاكي حق في الموضوع ده. يعني كوبايتين الرز ياخدوا كوبايه ونص من العدس. طب انت حطيت كوبايه؟ مش هتقول لا. حطيت نص كوبايه عدس؟ مش هتقول لا. بس ايه المعقول يا مغازي عشان نعمل الاكله الحلوه دي كده؟ خليكي يعني بنسبه متساويه، كوبايتين رز كوبايتين عدس زي ما انت شايفه كده على الشاشه. ليه بقى؟ عشان يبقى الطعم حلو، يعني ما نلاقيش العدس قليل زي ما بنعمل رز بالشعريه كده. انا احب الشعريه اكتر في الرز، البعض بيحب الشعريه قليله وهكذا. ولكن المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا مقدار العدس قد مقدار الرز بالشكل ده كده، هيبقى الطبق فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. الرز كربوهيدرات ونشويات الجسم ما يستغناش عنها في تكوين العظام، في تكوين المفاصل، في كل حاجه. والعدس طبعا ده بروتين نباتي يتصدر القائمة الأولى في الهرم الغذائي من البروتين النباتي، عدس، بقوليات، فول، حمص. وهو ده العدس الأسمر على فكرة، بس طبعا دي متقشر عادي زي الفول المدشوش والفول السليم. الله، كلنا احنا عارفين العدس، متربين عليه، شوربة العدس بتاعتنا المصرية الجميلة. الرز هنا شرب السمنة، بنظبط الملح بتاعنا بيدك كده الحلوة، خلي ايدك هي العيار، وانت عارفه ولادك يحبوا الملح زياده ملح قليل، ولكن نصيحتي ليكي في اكله زي دي كده خلي الملح بالسالب مش بالموجب. يعني ايه بالسالب يا عم الشيف؟ يعني يحتاج ملح، ما يبقاش الملح زياده عشان ما نعدلش في الاكله بقى ونتعب عليها ونبدا ان احنا نعالج فيها. خليكي طبيعيه كده وخليكي بالسالب، حبيتي تزودي شويه ملح على الاكله عادي ما فيش اي مشكله. هيكون في طبق سلطه، ممكن يكون السلطه فيها زيتون، فيها جبنه، فيها ملح زياده، هتعوض الملح ده كده. نبدا ننزل بالميه المغليه بتاعتنا زي الفل يا عم الشيف. ينفع ميه من الحنفيه؟ عادي، لازم تكون ميه مغليه. هننزل بالميه كده واحده واحده. الله، بس خلاص زي الفل. نقلبه تقليبه كده. بيسألونا على السوشيال ميديا يا شيف مغازي، الرز دايما يطلع معايا معجن. الرز بيطلع حبة مستوية وحبة مش مستوية. وزي ما قلت لحضراتكم احنا في خلال الأسبوع وفي نهاية الأسبوع بنتابع أسئلة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا. حبايبنا وجمهورنا اللي بيتابعنا من خلال شاشة القناة الأولى والصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي بيسألوا دايما أسئلة متكررة. البشاميل، البانيه، الرز بيعجن مني، الرز بيطلع حبة وحبة. فانا بجاوبك هنا عملي، الرز عايزاه يطلع مستوي وزي الفل وفله ومفلفل، اول ما تشوفيه بيبكبك وبيغلى على النار هدي النار، وافتكر الشيف المغازي لما يقول اتقل على الرز لما يستوي. زي الفل يا عم الشيف. هنوطي النار بتاعتنا، يعني بدل ما هي مثلا قدامي على البوتاجاز 9 بنخليها على 4. زي الفل. واحنا واقفين كده عشان نضمن طبعا عمليه السوى تتم بامان. ومهم جدا على فكره تشوف اكله الكشري دي ممكن نقدم معاها ايه. في حاجتين، يا اما نقدم سلطه خضراء، يا اما نقدم البيض اللي انا هعمله دلوقتي مع اللحمه المفرومه. حضراتكم عارفين الاكله دي وانا واثق ان انتم عارفينها وبتعملوها. البيض المسلوق بيتجاب ونعمل كفته لحمه مفرومه، وتبقى مفرومه ناعمه، بتاخد بصله، بتاخد تومه، بتاخد خضره، وبعدين البيض يكون مسلوق عندنا، وبنغلف البيض ده باللحمه المفرومه وياخد مرحله البانيه اللي هو بقسماط وبيض، وبعد كده يتقلي في الزيت، بيبقى شكله لطيف، تبقى البيضه كلها قيمه غذائيه عاليه جدا، مكوناتها من الاخر.
طب انا عايز اعمل دلوقتي شويه بصل. شايفين الكشري بالشكل ده كده؟ بص عليه بصه حلوه. دايما انا بحب بقى الاضافات بتاعت الحلوه. الفلفل الاخضر ده ما كانش معانا امبارح، كان معايا الاحمر وبس، فانا عايز اعمل كده. ايه الفكره هنا يا عم الشيف؟ الفكره هنا ان القرن الفلفل ده في قلب الرز بيديله طعم كده وبيديله فليفر، مش سبايس ولا حاجه، بس طبعا بيبقى يديله شماخه لطيفه وحلوه. هنقفل الحله دي كده بالشكل ده كده ونسيبه يستوي. هي دي المرحله النهائيه. تعالوا مع بعض نعمل البصل المقرمش على طريقه المغازي بطريقه جديده. هتاكل البصل وتسيب الكشري. معانا بصل احمر وابيض عادي، وحضراتكم بتسالوا برضه على السوشيال ميديا يا شيف مغازي، البصله بتاعت الكشري بتطلع معايا طريه، ما بتطلعش مقرمشه زي بتاعت المحلات، اعملها ازاي؟ شوف انا هعملها ازاي دلوقتي وانت معايا، ده مهم جدا على فكره. بصله الكشري تتعمل ازاي وتبقى مقرمشه؟ بجيب البصل بقطعه شرايح بالشكل ده كده، تكون شرايح رفيعه، المصطلح الطهو بيها سلايز اهو بالشكل ده كده. الاحمر عشان ما نقولش ليه مش عامل بصل احمر، الاتنين واحد على فكره. هناخد البصل ده ونطعمه بقى ونهيئه ان احنا نعمله ايه؟ كريسبي. تسمعي صوت البصله وانت بتاكليها كانك بتاكلي فستق حلبي. ناخد البصلايه دي كمان، والكشري من غير البصله يتيم ضعيف الشخصيه. يعني ايه يا عم المغازي؟ يعني البصلية المقرمشه مع الكشري اساسي. وتلاحظوا حتى في المحلات لما نشتري الكشري بتاعنا او الكشري المعروف في المحلات يقول لك زود بصل شويه او زود عدس. بصل بالشكل ده كده، بحط عليه عصره ليمون حلوه وافركه بالليمون. ليه يا عم الشيف؟ عشان ريحه البصل اشيلها من الايه؟ من ايديا. يبقى بالشكل ده كده، شيل البذر ده مش عايزينه. الله. وشويه خل على البصل كده، عصره ليمون حلوه. يعني البصلايه اهتمي بيها على فكره، يعني هي حاجه بسيطه بس صدقيني هي عنوان الاكله. والبصله دي اللي هتخليكي تاكلي الطبق الكشري بتاعك كله بالشكل ده كده. عصره الليمون، شويه الملح الحلوين، شويه الخل التمام، ونمسك البصله دي نفركها جامد بالخل والليمون والملح زي الفل. دي مرحله الاول قبل كل حاجه. هتلاقي البصله دبلت في ايدك كده وخدت طعم تاني زي الفل. خل ليمون ملح. الله، الواحد عايز ياكلها دلوقتي مع طبق فول. خل ليمون وملح. حلو، البصل كده جاهز. طب انا لو حمرته كده في زيت يا ابو غازي هيبقى طري معاكي، مش هيبقى حلو. ايه الاضافات بتاعت المغازي وايه التركايه لتحمير بصله مقرمشه كريسبي مع طبق كشري مع طبق مدردره مع طبق مجدره؟ ايه اللي بتقوله ده؟ دي المدردره والمجدره من قلب المطبخ الشامي السوري واللبناني، برضه من العدس، خلي بالك. هنبدا نحط شويه البهارات الحلوين، منهم الكركم، مفيد جدا ودايما بقول هو حامي الكبد، يحفظ الكبد، يدعم الكبد، بيجلي الكبد من الدهون. ده زعتر، النشا والدقيق، معلقتين دقيق، معلقه نشا. ادي واحد اتنين معلقه نشا زي الفل، ونقلبهم مع البصله الحلوه دي كده. وعندنا شويه زيت في طاسه. الله، ممكن على فكره برضو احط شويه شبت عشان ريحه البصل، شويه بقدونس حلوين في قلب البصلايه. الله، دي اضافات كلها عايزك تتعلمي التركايه دي. وقلب الخليط ده كده. شفت البصلايه اتغير لونها ازاي؟ الله، واجيب اللي تحت فوق كده بايديا. ما ينفعش تقلبي بالمعلقه عشان بس ما نخترعش، يقول لك الشيف المغازي شغال بايده، الفلاسفه. لازم بايدي كده. ولازم البصله يبقى عاشي ومعشوق ما بين كل الاضافات اللي انا حطيتها، من الليمون للخل للملح
للبهارات الجميلة، البابريكا، الكركم والدقيق والنشا والبقدونس والشبت، واروح مع بعض كده لغاية ايه الزيت يشتغل على النار. حلو كلام. دي مرحلة اخواتي زي ما هي معايا كده، وعندي طاسة شديدة الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. هنحط شوية زيت هنا، حلو قوي. وهنحط مع الزيت ده مكعب من الزبدة. ليه زبدة يا مغازي؟ علشان البصلاية تتكرمل وتتحمر بسرعة. حلو قوي، زي الفل. هناخد البصل ده نسقطه في قلب الايه؟ في قلب الزيت. ايه الاخبار؟ الله. واسيبه في الزيت كده يتحمر ويبقى معايا قرص من البصل المقرمش. زي الفل يا عم الشيف. وتسيبيها تتحمر اهي، اتقلي عليها خالص. خلي بالك لازم الزيت هنا يكون شديد عشان البصليه ما تشربش زيت. هيطلع معاك قرص دلوقتي لطيف وجميل مقرمش زي الفل. هنضرب فيه السكينه ونكسره بالسكينه، يبقى قدامك فستق مملح او لوز. حلو الكلام. عايز تبص على الكشري؟ طلبك طلب غالي. بص على الكشري. التقليبه بتاعت الكشري بتاعنا، شوف هنقلبه ازاي بقى. هنا بص الكشري، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. الله. لا القرن الفلفل هنا حكايه، شماخه ثقه. طعم المستكة. معلقة السمنة البلدي، الرز المصري شرب السمنة البلدي قبل ما ينزل عليه العدس. زي الفل كده. هنسيب دول كده على النار. وتاني هقول قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، اللي بيتابعوني دلوقتي هيقول لك الشيف المغازي عمل ده امبارح. طبعا انا عملت الكلام ده امبارح وطلعنا فاصل، فشبع طبعا عشان التغطية الإخبارية. هنكمل مع بعض النهارده، وانا بكمل بناء على رغبه حضراتكم ومتابعه حضراتكم على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. بنتابع الشغل اللي احنا عملناه، لان الكل بيطالب عايز يشوف الكشري بطعم المستكة والبصلايه اللي الشيف المغازي اشتغل عليها وخدم عليها، في الاخر هيبقى شكلها ايه. هستاذن حضراتكم، اطلع فاصل صغير ونرجع للبيض المدحرج في السمنه البلدي مع لحمه مفرومه، اكيد هيكون له طعم تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل من عوامل نجاح البصلة المقرمشة. صدقوني بجد الكشري مهما نتعب عليه، خاصة الكشري الشعب اللي احنا عارفينه اللي فيه عدس وفيه رز وفيه مكرونة وفيه حمص، السر في البصلاية. أنا مهتم جدا بالبصلاية وبشتغل عليها، بس نصيحتي ليك إضافة الدقيق والنشا يخليها مقرمش، دي رقم واحد. أما عملية الفليفر والطعم دي بتاعتك، أنا مش بحب الكركم، أنا مش بحب البقدونس وهكذا، ولكن لازم ينزل في زيت غزير بالشكل ده كده، والزيت يكون شديد الحراره. طيب وانا شغاله يا شيف مغازي يحصل معايا موقف سيان مثلا الانبوبه، مع ان دلوقتي ما حدش عنده انبوبه، كله غاز طبيعي، بس الكهرباء فصلت، الغاز خلص وهكذا. ممكن وارد يحصل دروب وانت واقفه في المطبخ، اعمل ايه؟ البوتاجاز يخرب، اعمل ايه؟ ارمي ده؟ لا، كل القصه اللي هتيجي عليك انك هتصفي الزيت وتسيب البصلايه بره. يعني هتاخد الحله دي تصفي الزيت منها وتركين الزيت على جنب والبصلية زي ما هي في الحلة، دي الشطارة. أمنت نفسك بالنار تاني، علي النار على الآخر وانزلي بالزيت سخن على البصلية في قلب البصلية، هيرجع الأمور كما هي. حبيت بس أنوه عن الموضوع ده، لأن من الحاجات اللي ممكن
تبوظ عندنا ونرميها. وانا ازعل على فكره، مش قصه ان البصلتين ما لهمش سعر او ما لهمش ثمن، بالعكس الفكر الطهو هنا غالي جدا وله قيمه جدا. هنسيبها في النار كده نار شديده، وتلاحظوا حتى ان انا نقلتها على النار الشديده وخدت العدس هنا على نار هاديه، نقلبه مع بعض اهو. حلو قوي. نبص احنا وصلنا فين. الحله اتملت. ها بركه، اكله امي دي بركه. اهي والقرن الفلفل رايح جاي في قلب العدس مع الرز. الاكله دي بعشقها، طعم العدس مع الرز يا اخواننا حكايه، حاجه كده اراده الهيه، طعم الهي والله العظيم. وخاصة لما يكون معمول بحب. مش بيقول لك بصلة المحب خروف؟ هو ده. ده مش خروف، خرفان. هنسيبها على النار ونغطيها. ده انا اوريك بصلة دلوقتي حكاية. شلت البصلة من النار. اللهم صل على النبي. خطها في الطبق ده كده. الزيت بيسخن معايا. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى جمالك. دي البصلية اللي اتحمرت، شوفوا بقى التركية دي. بص عليه بالله عليك تجيب لي التركية دي، ما تزعلنيش منك، انا بحبك، صلى على الحبيب. هو ده. بص 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 بص، الله، هو ده الكلام. هتعملي كده في البيت؟ ايه المشكلة يعني، وهتعملي احسن مني انا كمان. ناخد الكشري ده كده. الله، حكاية حكاية. هتدعي لي. كشري جاهز، البصلايه اللي انا احطها على وش الكشري جاهزه. هنغرفه دلوقتي مع بعض. عينيا تعال نغرف الكشري مع بعض. شويه كشري حكايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ما يتقلبش، مش الكشري، البيض. لا الرز، حبايه الرز بتسبق حبايه العدس، وحبايه العدس بتجري ورا حبايه الرز. تلاقيها رايحه فين يا حبيبه قلبي وسايباني. هو ده. الله، لا ده انا عايز اجيب حاجه حلوه هنا. تعالى تعالى. نعمين ان شاء الله يا فندم، كل حاجه هتتعمل باذن الله، واللي مش هنعمله نعمله بكره، احنا ورانا حاجه، احنا مع نفسنا. زي الفل. انا اهم حاجه نقدم الهدف بتاعنا. حلو. ناخد البصلايه الحلوه. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هنقطعها كده نصين بالسطور. نعم يا غالي، دي ما فيهاش بيض والله العظيم. انت مش معايا من الاول خالص، بقول لي اللي خلاها كده ماسكه نفسها البيض خالص، ولا جبت سيره للبيض. خلي بالك دي بصل ودقيق ونشا. شوف الحلاوه. نحطها كده. الكشري بشكل جديد، الكشري بطعم جديد، الكشري بفكر جديد. الف هنا وشفا. عملتيه كده قبل كده؟ مستحيل طبعا، ما اتعملش بالشكل ده خالص. هنشيل كل حاجه. عملت النهارده الكشري الجميل، الكشري بعدس اصفر او الكشري الاسكندراني بيسموه، ولكن مع الشيف المغازي التركيه والطعم التاني. عملت سلطه من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل، فيها الجبنه القريش تتصدر القائمه الاولى. عملنا النهارده البيض المقلي المدحرج باللحمه المفرومه كريسبي بتركيه وخبره طهويه، يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.